يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا رسول الله في سن 8 سنوات، مات جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب، ورعى الغنم وعصم عن فعل أهل الجاهلية. لما احتضر عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمصطفى إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق أبيه، وأما أعمام الرسول الباقون فليسوا أشقاء لأبي الرسول بل كانوا إخوة غير أشقاء. وبعد وفاة جد الرسول عبد المطلب قام على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وقد رزق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شفيقا عليه ورفيقا به، حتى إنه كان إذا أراد يعشي أولاده يقول مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وكان أبو طالب قليل المال وأولاده كثر، ثم أثري وكثر ماله بعد ذلك ببركة كفالته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أول شبابه في رعي الغنم، فقد كان يرعاها بالأجرة ليكسب بيده ويأكل مما يكسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. والقيراط جزء يسير من الدينار كما قيل. والحكمة من ذلك أن الأنبياء يتهيئون برعيهم للغنم لما يأتي بعد ذلك، وذلك أن رعي الغنم يعلم الصبر وكيفية جمع الغنم وسوقها وما يتبع ذلك، ليكونوا قادة بعد ذلك في إدارة أمور الدعوة إلى الله تعالى وهدى الناس لما فيه صلاحهم ورشدهم. والله أعلم وأحكم. نور